حلمت حلم كني رايحين بسيارة أنا وأخوي، معاي يمكن عيالي بعضهم من عيالي، وحنا نمشي بالطريق كنا بالبر، حنا نمشي نمشي فجأة قربنا على البر ووقفنا شوية، يوم وقفنا كنا شفنا دب أسود نايم بالأرض، كنا ميت، قربنا منه ميت ميت، يوم قربنا هو يقوم بوجهنا فجأة قام، يوم قمنا كنا عاد بيتهجم علينا، رحنا نمشي نمشي ركبنا سيارتنا انحشنا، فجأة أخذ أخوي عصاية بيبعد عنا قاعد يبعده ركبنا السيارة ومشينا، فجأة جت الغيمة السوداء تتخلى خلى خلاص جت الغيمة السوداء تبي تمطر على هذا الدب، ومطرت الغيمة السوداء على هذا الدب وحنا ركبنا ومشينا. طيب يعطيك العافية. حياك الله. هذه الرؤية السيارة في المنام يا أم مبارك تفسر بالحياة، وكون أن عيالك معك أيضا في السيارة هذه حياة خاصة أسرية، ورؤية البر في المنام إن كان الرؤية رؤية البر يعني جميل وسيع وليس فيه حفر، طيب فيدل على الحياة الطويلة والسعيدة. أما المشكلة في رؤية الدب، هذا الدب الأسود، الدب الأسود هذا غالبا ما يكون شيطان خصوصا يتمثل بهذا اللون الأسود، وهو قياس لقوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود الشيطان، وثم بعد ذلك بين ميت وبين حي، يعني أحيانا قد يتأثر بالآيات القرآنية فيخنس، وأحيانا قد ما يكون في آيات قرآنية تقرؤون فيحيى مرة ثانية لقوله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا يزال الشيطان ماد خرطومة على صدر ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر الله رجع وسوس مرة ثانية، فهذا الشيطان هذا حياته. العصاية في المنام تدل على قوة وتدل على قيادة كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ بها وأشو بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الغيمة السوداء هذه مشكلة، فإن مطرت على إنسان أصابه بلاء وأصابه هم، وإن مطر على هذا الشيطان نجاة لكم بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله. نعم نعم.